احمد شوقي وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء بالتعادل السلبي ما بين الاهلي ووادي دجله بتعادل سلبي بدون اهداف، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدير الفني بابا فاسيليو، مدير الفني لفريق وادي دجله. مستر بابا فاسيليو، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده بتلعبها على فريق النادي الاهلي، بتحقق نقطه، النادي الاهلي بطل المسابقه الموسم الماضي وحقق 3 انتصارات في بدايه المسابقه، النهارده بتخطف نقطه، اعتقد نقطه غاليه جدا بالنسبه لفريق وادي دجله امام النادي الاهلي. And I think it's a precious point for you, for your team against a team like Al Ahly, of course. Yeah, of course. Thank you for the welcome and Happy New Year to everybody and all the people. بيشكرك على الترحيب وبيتمنى سنة سعيدة للجميع. Yeah, the quality of the opponent makes our performance and our the draw very important, of course. إمكانيات المنافس طبعا بتخلي إن التعادل مهم جدا، بتخلي إن التعادل نقطة غالية زي ما أنت بتقول بسبب إمكانيات المنافس. We played against a team that lost only one time for one year. احنا بنلعب ضد فرقه خسرت نقطه، خسرت مباراه واحده خلال السنه اللي فاتت كلها، فرقه الاهلي ما خسرتش غير مباراه. With a lot of quality, but we had the courage and we had the confidence. بامكانيات عاليه. To come and play our way. بس كان عندنا مش شجاعه ان احنا نيجي نلعب بطريقتنا. And it was a very very interesting game. وكان مباراه شيقه جدا بالنسبه لنا. مستر بابا فاسيليو، انا ما بحبش اقول فريق لعب بطريقه دفاعيه، لكن هقدر اقول ان انت قدرت تقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، قدرت تعمل تعطل جبهه من الجبهات القويه جدا، جبهه علي معلول، وتقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي وتعمل زياده عدديه في خط الوسط. مش هقول جيم دفاعي. I don't say a defensive game, but I will say that you closed on the key players of الاهلي, you stopped the efficiency of علي معلول left. Yeah, it's a part of the game. هو ده جزء من المباراة. And part of our preparation is to stop the key players from being dangerous. إن إحنا نوقف خطورة اللعيبة مفاتيح لعبتنا. And our players make a very good job to, and they work very hard when we didn't have the ball to make the job. عملت الشغل كويس حتى وإحنا معناش الكورة إن هم يعملوا المطلوب منهم. When we had the ball, we opened to play our way. وإحنا معانا الكورة بنفتح وبنلعب لعبنا. Especially in the first half, we create good opportunities. في الشوط الأول كان عندنا The chance with Jorginho in the last 10 minutes. في آخر 10 دقايق. It was a great chance to even win the game. كانت فرصة إن إحنا ممكن حتى نكسب المباراة. مستر بابا فاسيليو، شايف إن الغيابات النهاردة، أكيد كنت متابع غيابات فريق النادي الأهلي، شايف إن الغيابات والعناصر كلها مهمة للنادي، أكيد أثرت على فريق النادي الأهلي النهاردة، وإيدتك راحة شوية نسبية في الملعب إن أنت الأهلي بفتقد لمجموعة كبيرة من اللعبة المؤثرة. Because Ahli is missing a lot of players, as you know, does this missing players make you more comfortable to play against Ahli or make the game a little bit easier? No. Al Ahli have in every position they have two amazing players. So كل مركز Ahli على الأقل عنده اثنين لعيبة هايلين. So they can replace anybody, and this is the big strength of a big team like Al Ahli. قوة فرقة كبيرة زي فرقة النادي الأهلي. There is a quality even any player أي لعيب can ينزل, come in and he can do the job. أي لعيب ينزل يقدر يقوم بالمهمة اللي مطلوبة منه في فرقة الأهلي بسبب قوتهم. يعني نقطة مهمة جدا في حالة فقد القلبة بتتحول ل 4-5-1، بتضيق المسافات، قفلت على محمد شريف وضيقت عليه المساحات. محمد شريف واحد من اللعيبة اللي كان بيحب يلعب في المساحات الواسعة وتستغل الأهلي، كان دايما بيستغل سرعات محمد شريف. When you lost the ball, coach, we saw it was more like 4-5-1, and also you closed the spaces on Sharif because Sharif is known that he's a player who play in the space, and you succeeded in this with the players to stop this. Yeah, the last two three games that we watch, it was more like a counter attack game for Al Ahli. كان الأهلي بيعرف يخطف في الهجمات المرتدة لما الفرق بتهاجم. Players like Sharif who has amazing movement in the space. شريف عنده تحرك هايل في المساحة. Can kill you. يقدر يخلص عليك لو سبت له مساحة. That's why I said that we were very well prepared. عشان كده احنا كنا جاهزين. We close the space for the play for those kind of quality players. المساحات للعيبة اللي to move to move in spaces, and that was a matter of teamwork. قفلنا المساحات كشغل جماعي للفريق، ان اللعيبه اللي عندهم امكانيه من لعيبه النادي الاهلي انها تلعب في المساحه حاولنا نقفل المساحه عليهم، فده كان شغل جماعي. بحييه على المباراه النهارده وبحييه على النقطه. قبل ما اختم معاه، في لقاء سابق قال هو دايما شايف ان النادي الاهلي هو المرشح الاقوى والنادي الاهلي وطبعا هو بطل البطوله، هل لسه عند رايه ان النادي الاهلي يبقى دايما ان هو المرشح الاول للبطوله؟ Nominee for the champion.
Still you see this? Yeah, of course. I think this year it's even stronger. يمكن السنة دي in my opinion it's أقوى. Even stronger and the players that they come in. اللعيبة اللي جت like Maher, like Moxen, like Sharif, محمد شريف وصلاح محسن. All these players. نصر ماهر وصلاح محسن. They came back from loan. اللعيبة اللي رجعت من الإعارات. Gave more, even more quality and more strength to the squad. قوة أكتر للسكواد بتاع النادي الأهلي وقائمة النادي. And of course the results speak a lot.